waa hooyo falastiiniyad ah oo ku sugan waddankeena Soomaaliya, khaasatan caasimadda Soomaal, waxaana ka jiran cunugeeda oo isbitaal yaalo. Waxa uuna qabaa cudurka sokorta. أجلس هنا بالصومال مقاديشو. عندي ولد مريض بالسكر يحتاج علاج، وأنا أناشد إخواني في الصومال لمساعدتي لشراء علاج لابني. هو الآن بالمستشفى يحتاج الأنسولين للعلاج كامل يعني. ونحن نسمع عن أهل الصومال، أهل الخير والعطاء، والله يكرمكم، ونسأل الله الأمن والأمان لأهل الصومال، وأن يبارك الله بالصوماليين وجزاهم الله كل خير.